مع هذا التخصص مثلا الأول في الاقتصاد كمان، يعني كيف ترى مستقبل العالم في ظل هذه الحرب الدائرة التي لا تنتهي والمركزة في أوكرانيا وطبعا مع روسيا؟ هو طبعا تأثيرها على الاقتصاد ما فيش شك أن تأثيرها كان فادح ولا يزال، لكن في قاعدة في الاقتصاد بشكل عام أنه بعد شوية الأمور بتظبط نفسها على الأوضاع الجديدة. أياً كان وضع صعب العالم بيتأقلم عليه بعد شوية. فالنهاردة العالم بدأ يتعامل، الحرب لم تقل حدة ولا ضراوة ولا عنف. وبالعكس يمكن الأخبار الأيام اللي فاتت أن مزيد من التسليح رايح لأوكرانيا ومزيد من الاستعدادات بتحصل في الجانب الروسي. لكن العالم بيظبط عليها شوية. بيظبط يعني إيه؟ يعني البلاد اللي تأثرت في استيراد حاجات معينة بتلاقي مصادر أخرى، المصانع اللي عطلت لأن كانت تاخد قطع غيار من مكان معين بتكون اتفقت وعملت اتفاقات جديدة. ففي إعادة يعني هيكلة كده بتحصل حوالين كل حاجة. فالحرب لما خفتش حدتها، لكن العالم بدأ يتأقلم على تداعياتها الخطيرة. طبعا جاء بعد كمان موضوع كورونا. أيوة. اللي كمان عطل العالم كله سنتين ثلاثة. يعني الحقيقة سنوات جافة جدا في تاريخ العالم، سنوات عصيبة ما فيش شك. لكن هي برضو سنوات كاشفة، وكشفت عند كل بلد ايه مدى استعداده لمواجهة الأزمات وقد ايه محتاج انه يتعلم دروس مهمة بما فيها الدول الصناعية الأكبر. يعني أهم درس خدته الدول الصناعية الأكبر انه كانت الشركات الكبيرة تاخد مستلزمات إنتاجها من أفضل مكان وأرخص مكان تاخده منه. ولو ترتب على ده إن شركة بتنتج عربيات مثلا، فتلاقي إنها محتاجة قطع غيار معينة، فتاخد 90% من احتياجها من بلد أو اتنين لأن هم الأفضل والأرخص. النهاردة الدرس اتغير تماما، أصبح كل شركة دولية محتاجة إنها تنوع مصادر مستلزماتها وتنوع مصادر إنتاجها عشان ما تبقاش فريسة أو تحت قبضة لجهة واحدة أو دولة واحدة. ومن هنا بنقول دايما ان مصر عندها فرصه، وجنوب البحر المتوسط كله عنده فرصه، وعلى راسها مصر. يمكن يعني بيقوم بدور مهم او يعني متقدم في هذا الموضوع مثلا بلد زي المغرب. أيوة. طبعا تركيا متقدمه في الحاجات دي، ومصر عندها فرصه جيده جدا انها يعني تبقى مكان للصناعات الباحثه عن اماكن بديله لصناعات أوروبا اللي مش عايزة تبقى معتمدة اعتماد تام على مكان واحد، على صين أو على الهند أو على آسيا أو على مكان آخر. حضرتك ذكرت دلوقتي موضوع المغرب، والمغرب فعلا فيها يعني نوع من التطور حتى الصناعي. صحيح. واضح جدا. صحيح. صحيح.